جوال تذكر يقدم. لقد تأملت الذين نتعامل معهم فوجدت أن أحسن وألطف وأحن من يعاملنا هو الله تعالى. أي والله لاحظ أن الواحد منا قد يشتهي معصية معينة ثم يعزم ويقرر على أن يفعلها، ومع هذا فإن الله تعالى لا يمنعه منها، ولو شاء سبحانه لأمر جنديا من جنوده أن يقطع عليه الطريق، وعندها يستحيل عليه أن يفعل تلك المعصية، ولكنه سبحانه حليم صبور يتركه وشأنه. فإذا بدأ الإنسان بمباشرة المعصية فإن الله تعالى يقوم بستره ويمنع الناس من الاطلاع عليه. لماذا؟ حتى لا ينفضح أمره، رحمة منه ورأفة بهذا العبد. فإذا انتهى العبد من المعصية فإن الله تعالى يدعوه إلى الرجوع إليه، بل ويكافئه بأن يبدل تلك السيئة إلى حسنة. والله لا يمكن لأحد أن يعاملك بتعامل أكثر حنانا ولطفا من تعامل الله لك. إن لم يرجع العبد بعد المعصية الله تعالى يمهله فترة، أحيانا قد تصل إلى سنوات، فقط لكي يرجع، لعله أن يرجع إلى ربه، لعله أن يتوب. ويستمر إلهنا بدعوة عبده إلى التوبة في كل يوم. نعم، الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحدث هذا في كل يوم. فإذا استجاب العبد في يوم من الأيام ورجع وتاب فرح الله تعالى بعبده فرحا شديدا أكثر من فرحة العبد نفسه برجوعه إلى الله. سبحانك سبحانك، كيف أنك أنت الملك المستغني وتفرح إذا رجع إليك عبد من العبيد، مع أنه هو أصلا الذي يحتاج إليك. سبحانك، فكيف لا نحب من يعاملنا بكل هذا اللطف والحنان؟ لهذا سمى الله نفسه الودود، وهو فعلا ودود ليس كمثله شيء. ماك ذنبي صرخة تحرقني فتفجر الآهات في قلبي العنيد، يا من وفي سر وجهر أعصيه لازال يسترني ويكرمني المزيد، لازال يسترني ويكرمني المزيد. خجل وربي كيف أرفعها إليه، يدي ترتجفان والدمع الشديد، اقبلني يا مولاي توب عن نادم، إذ أنت أقرب منه من حبل الوريد، إذ أنت أقرب منه من حبل الوريد.